من شغلنا قبل كده على صحافة المواطن في سنوات الفوضى اللي عشناها، ولما اشتغلوا على صحافة أبناء البلد تم تمكين عناصر كتيرة جدا بتشتغل في الأقاليم ودايما بتشتغل على فكرة الحوادث. خلوني أروح للدكتورة هويدة مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام. دكتورة هويدة، فكرة السترينجر يعني ايه ببساطة شديدة؟ عشان البعض حاول يروج ان ده معناه ان في خيانة حصلت، في اختراق حصل، في تسريب معلومة. عايزين نفهم كلمة سترينجر. يعني انا تابعت الحوار اللي حضرتك بتقوليه مع الاستاذ زياره شوان فيما يتعلق بالتناول اللي تم من قبل الغير المهني، من قبل يعني وكالات الانباء الدوليه، وللاسف يعني وكالات كبيره، وكنا بنثق في المعلومات اللي بيتم تداولها، وكنا بنعتبر ان الاعلام الدولي او الاعلام الغربي هو اعلام اكثر توازنا وموضوعيه. لكن الحقيقه انه الملاحظ في يعني منذ فتره وخلال الازمات اللي بنعيشها وخلال مواجهه العمليه والعمليات الارهابيه اللي بنشهدها، لقينا ان في تغطيه اعلاميه غير متوازنه وغير مهنيه. خليني اقول ان هي كمان غير مهنيه. ليه وصفتيها بغير مهنيه يا دكتور؟ غير مهنيه اولا لانه المعلومات اللي بيتم تداولها غير موثقه، غير دقيقه. كمان يعني احنا بنلاحظ اعتماد هذه المؤسسات اللي هي الدولية على مصادر غير مهنية لنشر المعلومات والأخبار، يعني بتفقد هذه المعلومات مصداقيتها تماما. طيب ما هو لما سألهم بوصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ايه مصادركم، لان دي مصادر مجهلة، قالوا ان عندهم مصادر. علشان كده انا مهتمة بكلمة السترينجر دي، لانه الحقيقة انه اهل الشر والناس اللي قاعدة طول الوقت تحاول تجزأ الكلام وتقتطع منه اشتغلوا على ان السترينجر ده ممكن يدخل ضمن دايرة التخوين او دايرة التسريب او او او. هو شوفي يعني مهنيا الوسيلة الإعلام اللي بتعتمد يعني كل ما يعني كثرت فكرة استخدام كلمة مصادر مجهلة ومصادر غير معلومة وغير ظاهرة، أو إحنا يعني لا نعلن عنها، ده بيعتبر في قياس المهنية ده نوع من التحيز ونوع من عدم الثقة. طيب معلش سامحيني، أنتوا وأنتوا بتدرسوا في كلية الإعلام جامعة القاهرة في النماذج بتاع يعني تشكيل فريق العمل، في عندكم وظيفة اسمها سترينجر؟ لا يعني دي حاجات كلها، ما ده اللي كنت عايزة يعني أأكده لحضرتك، إن كل دي مسميات يعني بيتم التغطية من خلالها على الأسلوب الأداء أو الأداء الغير المهني والغير متعارف عليه في التغطية الإخبارية. يعني حضرتك شايفها وسيلة تحايل من هذه الجهات؟ أكيد بالطبع، لأنه معروف تماما في كل يعني مصادر الإعلام إن اللي بيعتد بيهم كمصادر هي المصادر اللي هي الرسمية، المصادر اللي هي بتكون معروفة، اللي هي المعنية، المتحدث اللي لديها المعلومة. طبعا يعني الشخصيات اللي دي وظيفتها المعلنة. بشكر حضرتك وسامحيني، يعني أنا كنت معنية جدا بالكلمة دي. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة هويدة مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. والحقيقة اللي قالته دكتورة هويدة ده الجزء النظري اللي بيدرس في الإعلام المصري، لكن ما يتم داخل كل اللي حضراتكم بتشوفوه ده ان لفترات طويله جدا كان لازم يجي حد من البي بي سي علشان يساعد هذه القنوات او هذه الصحافه او 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 علشان تحط الاداء بتاعها. واللي بقوله لحضراتكم انا اديتكم ادله عليه، ولو عايزين تعرفوا دليل اخر اعتقد ان برضو البعض من حضراتكم ذاكرته تفتكر كويس قوي لما الجزيرة قومتنا كلنا الصبح وهي بتنقل يعني سفر أو نقل الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام. وقتها كانت هي الجهة الوحيدة اللي عرفت ميعاد خروجه وميعاد نقله وحطت الكاميرات بتاعتها ونقلت الكلام ده، وده كان له علاقة بشكل مباشر بأن لديها مصادر كما أسمتها رويتر والبي بي سي والأسوشيتد بريس، وهذه المصادر بتحصل على مرتب مقابل ان هي بتمد
الجهات الإعلامية دي بالمعلومات.